بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل عام أنتم بألف خير، عوائلكم، شعبنا العراقي العزيز. أنا سعيد اليوم أن أبدأ أول يوم عمل من عام 2021 برفقة زملاء مثقفين مفكرين أساتذة الجامعة وأحبة. بكل تأكيد نبدأ عام 2021 بالأمل. الأمل هو مفتاح لنجاح أي خطوة يختارها الإنسان. بدون أمل ما نقدر نعيش. كان عام 2020 عام صعب، محنة، لكن الحمد لله والشكر اليوم احنا لعد الساعة بدينا عام 21، عبرنا المحنة وإن شاء الله نعبرها ونتخطى كل تحدياتها. وبكل تأكيد نفتح عهد جديد بهذا العام، وهذا يحتاج إلى روح التماسك والتعاون بين الجميع كعراقيين، كقوميات، كأثنيات وكمثقفين. كان عام 2020 كما ذكرت عام صعب، صعب على الإنسانية بسبب تفشي وباء كورونا وانعكاسات على الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وفي العراق. وكانت هناك بالنسبة للعراق تحديات أمنية وسياسية كبيرة، كلكم تعرفوها، تعرفون حجم التحديات. في عراقنا الحبيب كانت الأزمة أكثر تعقيداً، حيث خسرنا أرواح عزيزة وكذلك عانينا الكثير. كيف نعبر هذه السنة أو بداية السنة إلى مرحلة نستفاد من أخطاء الماضي؟ الأزمة الاقتصادية، وباء كورونا، التحديات الأمنية السياسية، بالإضافة للحراك الاجتماعي، كان هو إشارة أو ناقوس خطر للجميع أن الوطن العراق في خطر. الشعب العراقي لم يفقد ثقته بالنخبة السياسية فقط، وإنما فقد ثقته بالدولة ومؤسساتها. كيف نستعيد ثقة المواطن؟ هذا الفقدان إلى أسبابه لم يكن احتباطيا، نتيجة سوء الإدارة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. الناس فقدت الثقة بالدولة. الشعب من حقه أن يكون عنده طموح، عندما مش في طموح تتحقق ويشوف كرامته كل يوم تتعرض للخدش أن يكون هناك أزمة ثقة. الحكومة جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أبنائنا. بكل تأكيد هذه المهمة لم تكن سهلة، واخترت سياسة واستراتيجية هي سياسة الصمت، أنه كل خطواتنا الإيجابية نتعاطى بها بصمت حتى لا تفسر أنها دعاية أو تسوق أنها ترويج. ولهذا السبب نرى أي خطوة تقوم بها الحكومة تتعرض إلى النقد والهجوم ومحاولات إحراج الحكومة بأن أي خطوة تقوم بها أنت معرضة للهجوم. وأقول يوم أمس عندما حصلت مشكلة الباخرة في المياه الإقليمية هناك أكو لغم، صارنا يوم نحاول نفككه، لغم معقد جدا. يؤسفني أن أرى الإعلام العراقي وبعض المثقفين والمتصدين ضخموا الموضوع بطريقة أثرت على قضيتين: أسعار التأمين على شحنات نفط العراق وتصدير النفط، وأثرت كذلك على سعر النقل. وهذه كلها تكون سببها ونتائجها انعكاس على تكاليف الإنتاج، وبالنتيجة يكون المتضرر الأول المواطن العراقي البسيط. كما ذكرت قبل قليل، عملت منذ اليوم الأول على تفكيك الأزمات وإبعاد العراق عن شبح حرب إقليمية دولية.
كي لا يدخل العراق في دوامة الحروب. العراق عانى الكثير من الحروب منذ فترة طويلة. العراق منذ الستينيات ولحد هذا اليوم غير مستقر. في 1975 الحرب، حرب الأشقاء، حرب العراقية الإيرانية، ومن ثم الكويت، ومن ثم تجربة الاحتلال. العراق غير قادر على استقبال أو خوض حروب. خسر كثير من الدماء، وخسر الكثير من أبنائه. وعليه عملت هذه الحكومة بكل قوة على أن لا يكون العراق في دوامة الحروب. أقول بكل افتخار واعتزاز، خلال 6 أشهر نجحت هذه الحكومة بإعادة الثقة إلى الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية، الجيش العراقي، الداخلية، مع الأسف الشديد تعرضت بالسنين الماضية إلى نكسة. وأعترف بأن رجل المخابرات، إيجاز المخابرات، وما زلت وأعرف حجم المعاناة التي تعرضت لها هذه الأجهزة. أستطيع أن أقول خلال 6 أشهر وبصمت استعادت كل معايير الثقة تحت عنوان أو المعيار الوطني، بعدما تعرضت هذه المؤسسات مع الأسف الشديد إلى تداخلات حزبية وطائفية وقومية وأثرت على أداها. اليوم لا أستطيع أن أقول أنه المرحلة هي عبرناها، ولكن تأسيس وعادة الثقة بدأت، والحمد لله شكر أكو إنجازات في الجانب الأمني. على مستوى العلاقات الخارجية أقول بكل صراحة، العراق خلال 6 أشهر عملت هذه الحكومة بكل جد لكي يكون العراق ضمن المنظومة أو يحصل على احترام وتقدير الكثير من الدول، وأن منظومة العلاقات والثقة الإقليمية والدولية بهذه الحكومة لم تشهدها أي حكومة عراقية سابقة منذ عام 2003 أو قبلها لحد هذه اللحظة. الآن كل دول العالم، دول الجوار، الجيران، دول الإقليمية تسعى لدعم الحكومة العراقية والشعب العراقي، وتعمل على بلورة أن يكون العراق محور. هذا لم يكن فراغ، هذا كان جهد كبير قامت به الحكومة العراقية، وهناك اليوم الكثير من التحديات بين دول المنطقة قد قلت، مع الرغم من وجود بعض التحديات في الأسابيع أو الأسبوع الماضي، والحمد لله والشكر هم نجحنا على تقليل هذه التحديات. أدركت جميع دول العالم، دول المنطقة، أن التوازنات الإقليمية الدولية بحاجة إلى عراق قوي متماسك وموحد. وهذا كما ذكرت لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من عمل دؤوب على مدار الساعة. أنا ذكرت بالبرنامج الحكومي، هذه الحكومة ليست حكومة كلام وإنما حكومة أفعال، وكنا نعمل بكل صمت، وهذه ما أثمرت عنها عن تهدئة في كثير من دول المنطقة. وحصلت في العراق كثير من اللقاءات لصالح استقرار المنطقة، وسوف نستمر بهذا الجهد وبكل هدوء وبكل صمت. الحوار للتهدئة يحتاج دائما قنوات هادئة، ومن ثم تنتقل إلى الجهد العلني. على مستوى الانتخابات، منذ اليوم الأول ذكرنا أنه انتخابات مبكرة نزيهة عادة ستكون هدف هذه الحكومة، وكان هذا المطلب هو مطلب الجماهير ومطلب الشباب اللي تظاهروا واللي قدموا تضحيات كبيرة دماهم، وكذلك كان مطلب حقيقي للمرجعية الرشيدة في النجف. وقد مضينا أشواط كبيرة في موضوع الانتخابات، أولها أعلننا عن تاريخ 6 حزيران من عام 2021 هو يوم الانتخابات. كانت هناك تشكيك أن هذه الحكومة جاءت لكي تبقى، وأن هذه الحكومة غير جادة بموضوع الانتخابات، وأن رئيس وزراء يريد أن تكون انتخابات في عام 2022 أو 2023. أثبتنا أن نحن جادين بتعهداتنا بالحصول أو الوصول لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة. الآن الحمد لله والشكر تاريخ تم تحديده، المفوضية والحكومة تعمل بوتيرة سريعة لتهيئة كل الظروف، وكان آخر اجتماع الأسبوع الماضي في جلسة خاصة
لمجلس الوزراء مع المفوضية العليا والأجهزة الأمنية لدعم ومساندة المفوضية لإنجاز مهمتها على أفضل طريق. الآن عندنا قانون انتخابات، وهذا القانون كان تعاون بين الحكومة والبرلمان، والحمد لله وشكر نجحنا بالوصول إلى قانون انتخابات، وكذلك عملنا بكل جد وعزلنا تمويل المفوضية على الموازنة، وكان هناك قانون قدمته الحكومة حتى لا يتعثر عمل المفوضية، قانون تمويل الانتخابات، والحمد لله وشكر ونشكر الأخوان في البرلمان صوتوا له لهذا القانون بأسرع ما يمكن. وهناك تحدي صغير إن شاء الله في الأيام القادمة ينحل، هو موضوع المحكمة الاتحادية، ولهذا أدعو الكتل السياسية الأخوان البرلمانيين حسم هذا الموضوع حتى تكون كل مقومات العملية الانتخابية جاهزة، أي تعطيل سينعكس على أداء المفوضية. المحكمة الاتحادية نتمنى أن نراها بكامل أعضائها في القريب العاجل حتى تكون دفعة جديدة لموضوع الانتخابات. على الصعيد الاقتصادي، كانت هناك أزمة اقتصادية تأثر شعبنا كثيرا بها بسبب الأزمة المالية، بسبب انهيار أسعار النفط، وكذلك موضوع وباء كورونا، لكن واقع العراق كان أصعب من كثير من دول العالم. في كثير من دول العالم عندها احتياطات وعندها خطط مستقبلية لمعالجة التحديات. في العراق أقولها بكل صراحة لم تكن هناك أي خطة لمعالجة أي أزمة اقتصادية ومالية في البلد، لأنه العراق منذ عام 2003 لحد إعداد الورقة البيضاء كل خطط المالية معتمدة على الفعل ورد الفعل، ماكو تخطيط، ما عندنا تخطيط مستقبلي في أي نظرة اقتصادية. ولهذا السبب في اجتماعاتي دائما أقول إحنا وزارة المالية مالتنا هي عبارة عن صندوق بيتي كاش، تجي أموال النفط ومن ثم توزع حسب الاحتياجات أو ما متوفر للوزارات. العراق مع الأسف الشديد من بعد 2003 بدأ يعتمد على النفط بطريقة جنونية أو انتحار. ما أكو دولة بالعالم تعتمد على مصدر واحد بنسبة تصل 95%، وبعض الأحيان عبرنا وصلنا 96%، ما موجود. هذه الدول النفطية الموجودة في المنطقة كلها أكثر دولة يمكن قد تكون دول جار العراق تعتمد على 40% أتوان نفطية، 60% تجيبه ضرائب وصناعة وزراعة. العراق 96-95%، أقول بكل صراحة هذه جريمة. هذا ندل على شيء، أن من كان يدير ملفات إدارة الدولة كان يديرها بطريقة خاطئة أو كسولة. ما يحتاج نفكر، عندنا نفط البيع ونعيش، وعندنا زيادة سكانية سنويا تقريبا 1,000,000 شخص. هاي شلون عالجها؟ تحتاج خطة. مع الأسف الشديد خطة ما كانت موجودة، كانت فقط اعتماد على أسعار النفط من كانت 160 دولار، هذا النفط نجي وتوكل على الله. ولهذا شفنا تراجع في الزراعة، في الصناعة وفي التجارة، وهذا انعكس على كثير من القطاعات. كما ذكرت في العراق لم تشهد أي تنمية صناعية زراعية، وكذلك في انهيار في النظام الصحي. العراق المشهود له كان واحد من أفضل أنظمة صحية بالشرق الأوسط، تعرض النظام الصحي إلى انهيارات كبيرة، ولكن بالأشهر الستة الأخيرة، هذه الستة أشهر الأخيرة أكثر حملة في تاريخ العراق منذ عام 2003 أو بالأحرى من 90، أكثر حملة لإعداد المستشفيات وافتتاح المراكز الصحية. كانت عندنا مستشفيات تم توقيع عقودها قبل أكثر من 11 سنة وأصبحت في حكم المنتهية، ولم تنجح الحكومات السابقة بإعادة حياة لهذه المستشفيات. عملنا بكل قوة
وبعض الأحيان كنت أحضر عن اجتماعات مع المقاولين والمنفذين والكادر الوسطي مع حضور وزير التخطيط ووزير الصحة لمعالجة مشكلة المستشفيات. والآن الأسبوع القادم الأسبوع البعد راح نفتح كثير من المراكز الصحية والمستشفيات في بعض مناطق العراق. أعتقد الوضع الاقتصادي أصبح كما ذكرت هي أسعار النفط يجب أن نتحرر من هذه اللعنة، لعنة النفط يجب أن نتحرر. ولكن الحمد لله والشكر أجرينا مجموعة إصلاحات وقدمنا الورقة البيضاء وهي ورقة إصلاحية بامتياز، وتعرضت مع الأسف الشديد هذه الورقة لانتقادات. كل عملية جراحية بها وجاع وبها ألام، مع كل هذا أخذنا القرار لأنه لا نستطيع أن نجامل أو نعطي وعود لا نفي بها، فكانت هناك الورقة البيضاء وحاولنا عن طريق الورقة البيضاء والموازنة حماية الشريحة الفقيرة من المجتمع العراقي. لكن مع الأسف الشديد نسمع حملات إعلامية مشوهة مبنية على حقائق، مبنية على أوهام، مبنية على معلومات مغلوطة، وبعضهم معلومات ما عنده بس مجرد يتهم، مثل ذاك الشخص الذي ذكر في أحد المقابلات التلفزيونية أن رئيس وزراء يصرف يومياً 1,350,000 دولار. يؤسفني أن أقول بعض وسائل الإعلام تتعاطى مع هيك رقم، هذا رقم ما موجود في أي دولة بالعالم، حتى في الدول اللي متقمة بالديكتاتورية الديكتاتور ما يقدر يصرف هذا الرقم. إحنا وسائل الإعلام تتداولة لسبب بسيط، أنه اعتقادهم هالحكومة حكومة مستقلين وحكومة غير مسنودة حزبيا أو بكتلة، فيجب طعن بها وبكل خطواتها. ولهذا كان جوابي على الكثير من بعض الأخوان والأصدقاء يطلبون أن نرد، لا ما نرد، ما حرد. أنا عندي هدف الوصول لمشروع إصلاح ومشروع انتخابات مبكرة، وسوف نتحمل لعيون العراقيين وخاطر العراقيين كل الضربات والطعنات والتشكيك. العراق يستحق والعراقيين يستحقون. حاولنا نحمي الطبقة الفقيرة في الموازنة، وسوف نبدأ بتطبيق الورقة البيضاء. والأهم أن الموازنة سوف تكون هناك مستمرة في المشاريع الاستثمارية، يعمل الجميع داخل وخارج الدولة لإنعاش السوق والاقتصاد العراقي، ويصبح العراق بكل تأكيد مصدرا للصناعة والزراعة وليس الاعتماد أو مصدرا للنفط فقط. في مجال الفساد كلكم تعرفون وما يخفى السر على أحد، العراق مع الأسف الشديد وصل مرحلة خطيرة من مراحل الفساد، والفساد مع الأسف الشديد انتقل بصورة أفقية في كل مفاصل الدولة العراقية. حتى الموصل من سقطت لم تسقط عسكريا، الموصل سقطت بسبب الفساد. الفساد هو من هيئ البيئة والظروف لداعش أن ينجح في الموصل. الفساد كان باب حقيقي وباب رئيسي فيما حصل في الموصل. الآن في الفساد شكلنا لجنة، لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة في العراق تكون هناك رؤوس كبيرة تجد نفسها في السجن اليوم في السجون. لا أحميها حزب ولا متنفذ، ونحن مستمرون، وسيكون عام 2021 عام الكشف عن كثير من هذه الحقائق التي تخص الفساد الذي يطعن قلب الوطن وكذلك وجوده. مع كل هذا، هذه اللجنة تعرضت لانتقادات كبيرة واتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. اتهامات أولها أنه انتهاكات حقوق الإنسان، ثانيا اتهامات ابتزاز. وعندما نطلب من ينقل هذه المعلومات أن يثبت لنا هذه الاتهامات لا نستطيع. نقلوا لنا أن بعض المتهمين تعرض بسبب التعذيب للشلل، طلعنا الأفلام من الشخص فلان، طلعنا فيلم هذا موجود يركض ويومين عندهم رياضة. هذا كتاب الطب العدلي الذي يشهد على عكس
هذه الاجتراءات. هناك لجنة طبية تتفقد المعتقلين المتهمين بقضايا فساد يومياً، وهناك تقرير الطب العدلي، وهناك منظمات، ولكن مع الأسف الشديد ما زالت الحملة التشكيك بمحاربة الفساد، لأنه ألقينا القبض على حيتان كبار. ودائما أسأل السؤال، ليش الحرام الصغير ما حد يدافع عليه؟ لأنه ما عنده مصالح، بس الحيتان الكبار عندها مصالح. مع كل هذا نحن مستمرين بهذه اللجنة، وسوف نستمر بالكشف عن جرائم أخرى تخص المال العام. قدمنا موازنة طموحة تتزامن مع ورقة الإصلاح أو الورقة البيضاء، وكذلك هم تعرضت للمزايدات والطعن. أقول للجميع، رسالتي لكل الأحبة، لكل الكتل السياسية، الإخوان اللي يبحثون عن دور في المزايدات، كفى مزايدات. قلت لكم أنا رجل جئت للإصلاح، ولن أنتبه ولا أهتم لكل مزايدات والاستعراضات حتى لو كلف ذلك حياتي. أنا صادق بهذه المقولة وأقولها بكل استمرار. كفى مزايدات على حساب العراق والعراقيين، كفى مزايدات. الموازنة والورقة البيضاء ليست مجرد إصلاحات شكلية لمجاملة بعضنا، بل جهد تأيده كل مؤسسات الدولية الاقتصادية. الجميع أكدوا على أهمية الورقة البيضاء، والجميع أكدوا على وقوفهم مع العراق مع هذه الورقة الإصلاحية. كفى مزايدات. علينا أن نلتمس جرح العراق، جرح عميق، ويستحق من عندنا أن نعبر هذه المرحلة بالتكاتف. يكفي نسفاً لأموال العراق والعراقيين. هذه فرصتنا الأخيرة للنهوض، ولهذا السبب أقول دعوة رئيس الجمهورية يوم أمس بعقد اجتماع نأيده العراق في أمس الحاجة لعقد اجتماع جديد لإصلاح كل الأخطاء التي أسست أو ضربت هذا النظام السياسي الجديد. هذه فرصتنا الأخيرة لكي نقوم، وأقول شعبنا يستحق من عندنا الكثير. أنا لست طامع بمنصب أو بحكم، وأن أضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنا للإصلاح. تأخرنا 17 سنة ولن نتأخر بعد ذلك. يجب أن نبدأ، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره. كل عام أنتم وعوائلكم بألف خير.